ما هذا؟ لحظة من فضلكم، لا يمكننا اختيار الأغذية بهذه الطريقة، لابد من قراءة البطاقة الغذائية والانتباه إلى محتوياتها وعدم الاستعجال عند اختيار أي منتج. يجب الاعتماد على شخص لديه المعرفة لقراءة البطاقة الغذائية. في حال عدم معرفة أو فهم محتويات البطاقة الغذائية، عليكم الاستعانة بالمشرف الصحي. جميع المؤسسات الغذائية لديها مشرف صحي مؤهل ومدرب. هل تعلمون أن البطاقة الغذائية تحتوي على جميع معلومات المنتج الغذائي، مثل مكوناته ووزنه وفترات الصلاحية والتحذيرات الصحية، إضافة إلى القيمة الغذائية للمنتج؟ لذا يجب قراءتها جيداً. علينا أن لا نتجاهل البطاقة الغذائية وأهمية قراءة المعلومات التي تحتويها البطاقة بأنواعها للحفاظ على صحتنا وسلامتنا.